الاهتمام الذي تليه الجزائر لخدمة كتاب الله لا يقتصر على مسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم التي اختتمت فعاليات طبعتها 17 بدار الإمام بالمحمدية، فالمشاريع في سوق التجارة التي لن تبور كثيرة. الجزائر لها هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة إلى تطوير هياكل التعليم القرآني ووضع منظومة تعليمية للقرآن الكريم ووضع يعني أسس يعني علمية ومنهجية لكي يتوسع التعليم القرآني ويتعمق أيضا، كما أننا أنشأنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنة تقريبا مقرأة الجزائر الإلكترونية التي كما ذكرنا انضمت إليها أكثر من 50 دولة وعشرات الآلاف من المتواصلين معنا. وبما أن القرآن أنزل للناس كافة فإن نشره وتعليمه يكون للناس أجمعين، وهو ما جعل الجزائر تجتهد في تحقيق هذا المسعى لأبناء الجزائريين ولغيرهم. احنا فتحنا أبوابنا للتعليم القرآني لأبنائنا الأفارقة إذا أرادوا أن ينخرطوا ضمن المنظومة التعليمية القرآنية سواء كان في المدارس القرآنية أو في الزوايا أو في معاهد التكوين المتخصص، مرحبا بهم. واليوم عدنا أكثر من 400 طالب يدرسون في مدارسنا القرآنية والزوايا، وهذه السنة أضيف لمنظومة التكوين معهدا جديدا في الأغواط، ويستقبل أيضا إن شاء الله في الأيام القادمة يستقبل أيضا الأفارقة من دول إفريقيا، وكذلك طباعة المصحف الشريف وتوزيعه سواء كان في الجزائر على المواطنين وعلى الهيئات، وكذلك توزيعه خارج الديار لا سيما في الدول الإفريقية ودول الساحل الإفريقي. هي تجارة لن تبور، فتشجيع النشئ على حفظ وإتقان كتاب الله والعمل به فرصة لحماية المجتمعات من التطرف والأفكار المنحرفة، وصد لما يعرف بالإرهاب الفكري.